ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الثور ليوم الاحد 26 ديسمبر كانون الاول 2021. بالنسبه لتوقعات العشريه الاولى مواليد 20 ابريل الى 30 ابريل، الانتفاع من مصاحبه اصدقائك والعائله خبر مهم جدا ليك اليوم. بيبدو ان كل شيء انت بتعمل عليه تلقائيا، وهتحل كل المصاعب اللي هتقع عليك مباشرة بمجرد انك تتولاها. ولكن للأسف مش هيستمر الوضع ده كتير، علشان كده بحذرك انك لازم تنتفع من الفترة دي انتفاع كلي، وتنتهز فرصتك على قد ما تقدر. عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك، وتقضي الوقت مع أصدقائك ومع عائلتك أو حتى مع حبيبك، فهتشعر بأن الروابط بينكم هتقوى أكتر وأكتر. توقعات العشرية التانية مواليد 1 مايو إلى 10 مايو، اليوم هتستعجب حاليا من مدى سهولة الأمور اللي محاطة بيك. حاول انك تستخدم الفرصة المحببة علشان تواجه او تنهي كتير من الامور اللي متراكمة عليك، وممكن انك تصبح مستعد علشان تواجه اوقات اكتر توتر كنت بتتراكم عليك. ولما تصعب الامور ممكن انك تعتمد على انك بتأيد من هم حولك اكتر، لكن بقولك لازم انك تبدأ في انك ترد الجميل فورا، علشان تستطيع انك تعتمد على مساعدتهم دايما في المستقبل وما يفقدوش الامل فيك. توقعات العشرية التالتة مواليد 11 مايو ل 20 مايو، انت اليوم هتكون مفعم بطاقة وتفاؤل رهيب جدا، ولا عجب ان كل شيء بتواجهه بينجح بسرعة وبكفاءة وبيثمر نتيجة ممتازة بالنسبة ليك. إعجاب كل من حولك بك هيكون واضح وهيعزز من ثقتك بشكل كبير، لكن بحذرك من إنك تتمادى في الأهداف اللي إنت فيها نتيجة لغرورك أو حتى للكثير من التمحص اللي حواليك، لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما هيتحول معاك لسوء حظ، فخليك حذر. نزل حركة الكواكب اليوم بيشكل عطارد مادة سداسية مع نبتون اليوم، ده بيحرك خيالنا النهاردة. بيمكننا تجربة الشعور بالمعرفة والفهم مع الحد الأدنى من الشرح أو حتى التعليمات، بيتم إبراز الحدس أو إيقاظه وبتقوم بتطبيقه على الأمور العملية بشكل خلاق النهاردة. نحن نقدر التفاصيل الدقيقة اللي هتساعدنا على أننا نفهم الآخرين والمواقف، هنكون أكتر إلهام وهنلهم الآخرين بكلماتنا، هناك هيصبح انفتاح نفسي في تفاعلاتنا واتصالاتنا، وهنكون أكتر لطف وتعاطف بشكل ملحوظ. هيواصل القمر عبوره من برج العذراء اليوم وبينتقل لبرج الميزان، وهتشير المرحلة دي من القمر إلى أزمة وعي محتملة. بعد الاستمتاع بالوعي اللي هيرمز ليه الضوء الكامل للقمر في وقت اكتمال القمر في الأسبوع اللي جاي، بدأنا في رؤية ما يناسبنا وما لا يناسبنا استعدادا للقمر الجديد الأسبوع اللي جاي. عندما يولد شيء من جديد مرة أخرى لا هيكون أفضل من وقت بدء مشروع مهم، حيث أننا ممكن نتناقص في ضوء القمر، وده بيرمز إلى الانزلاق اللاوعي النهاردة، وممكن تبدأ في إنهاء تفاصيل كل حاجة كنت بتتصورها في القمر الجديد الأخير. من الناحية المثالية هنكون بنصل لرؤية أكتر نضج لمشروع أو موقف حتى. بيحدث القمر النهاردة الفارغ قبل تغيير العلامات حتى بيدخل في برج الميزان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.